طيب الترند العالمي فيه حاجات كتير وتفاصيل هنتكلم فيها مع حضراتكم، وخصوصا فيما يتعلق ببطولة دوري أبطال أوروبا. النهاردة مباراة قوية جدا ما بين لايبزيج وباريس سان جيرمان في دور نصف النهائي من البطولة، وهي مباراة وحيدة زي ما حضراتكم عارفين طبعا مفيش ذهاب وإياب، فبالتالي طبقا للإجراءات الاحترازية والأمور اللي حضراتكم خلاص حفظتوها بسبب فيروس كورونا، فبالتالي هتبقى مباراة قوية قوي قوي. فرص باريس سان جيرمان تبدو إن هي أكبر، لكن لايبزيج في الحقيقة ماشيين في البطولة بشكل جيد جدا وقدروا إن هم يحققوا مفاجآت أدت إن هم يكونوا متواجدين في دور نصف النهائي يعني. فتفاصيل كتير جدا هتابعها مع حضراتكم في فقرة الترند العالمي، نشوف أبرزها إيه. يلا بينا نبدا بمواجهه اليوم في نصف نهائي دوري الابطال بين باريس سان جيرمان ولايبزيج في 9 مساء، ده من الحساب الرسمي ليلا كوره على انستغرام. الصفحه الرسميه لموقع في الجول على فيسبوك كتبت ان لايبزيج لم يخسر في اخر 7 مباريات في دوري ابطال اوروبا. ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على تويتر احصائيات الفريق في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. الحساب الرسمي لجريدة ميرور البريطانية على تويتر فنشرت وقالت انه تم اكتشاف حالة ايجابية بفيروس كورونا في نادي ليفربول خلال المعسكر التدريبي للفريق في النمسا. اما الحساب الرسمي لموقع كورة على تويتر فقال ان ليفربول لم يعلن هوية المصاب حتى الان. الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على تويتر نشر خبر عن تأجيل المباراة الافتتاحية في الدوري بين مارسيليا وسانت إتيان بسبب اكتشاف حالات بفيروس كورونا في مارسيليا. الحساب الرسمي للأهرام على تويتر كتب إن كومان سيكون المدير الفني الجديد لبرشلونة وفينجر سيكون مدربا لهولندا. الحساب الرسمي لريال سوسيداد على تويتر نشروا فيديو تقديم لاعبهم الجديد ديفيد سيلفا. الحساب الرسمي لنادي توتنهام على تويتر أعلنوا تعاقدهم مع جو هارت حتى 2022. الحساب الرسمي لفي الجول على تويتر نشر خبر حول طلب كريستيانو رونالدو، طلب من راؤول خيمينيز رفض مانشستر يونايتد والانضمام ليوفنتوس، وويلبر هانتون يريد 60 مليون استرليني للسماح لنجمه المكسيكي بالرحيل. طيب اتكلمنا قبل ما نسرد الاخبار او نسرد ترند العالمي النهارده عن مواجهه باريس سان جيرمان ولايبزيج. المواجهه هتكون غايه في القوه والمتعه في الحقيقه بالنسبه لجمهور الكره العالميه، لان المباراه هتبقى فيها نديه قويه، ويكفي ان هي مباراه مؤهله لنهائي دوري ابطال اوروبا، فبالتالي ده حدث مهم لاي فريق متواجد. يعني بالنسبه لباريس سان جيرمان من سنه 95 ما وصلوش اصلا لدور نصف النهائي، فبالنسبه لهم ده حدث كمان في ظل تواجد نيمار وكيليان امبابي، فبالتالي انت المفروض الادفانتج يبقى عندك ان انت تقدر تفوز بالبطوله السنه دي بعد خروج فرق كبيره من البطوله، ابرزهم طبعا ريال مدريد وبرشلونه. يعني المنافسه هتبقى صعبه شويه مع بايرن في حاله تاهلهم هما الاثنين على اللقب، لكن في كل الاحوال هي فرصه سانحه بالنسبه لباريس سان جيرمان من خلال مواجهه اليوم ان هو كمان يوصل للنهائي، وينتظر الفائز من مباراه الغد ما بين بايرن ميونخ وليون الفرنسي، وهي مواجهات المانيه فرنسيه غايه في القوه في الحقيقه. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده في هذه اللحظات قدامنا على الشاشه التدريبات الاخيره لفريق باريس سان جيرمان في إطار تحضيره لمباراة اليوم. دي كانت تدريبات الأمس أكيد، والمباراة النهاردة هتكون في تمام الساعة 9 مساء، وإن شاء الله نتمنى كجمهور يعني ممكن ما يكونش مايل لفريق عن الآخر إن هو يتمتع بمباراة اليوم، تحديدا في ظل تواجد الراجل اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة ده نيمار، لاعب مهاري عالي جدا جدا جدا، وكمان كيليان امبابي كمان من اللاعبين التقال قوي، مش محتاج ان احنا نقول بس ان هو لعيب تقيل، لا ده لعيب كمان هيكون في اقرب فرصه ممكنه افضل لاعب في العالم وهيستحوذ على الجائزه دي لسنوات كتير. خلينا نروح لخبر اخر على فيسبوك بالتحديد في الجول، قالوا ان لايبزيج لم يخسر في اخر 7 مباريات في دوري ابطال اوروبا، لعبوا خمس او قدروا ان هم في 7 مباريات يفوزوا 5 مرات وتعادلوا 2 بس، فممكن تكون دي يعني احصائيه ايجابيه بالنسبه لهم تديهم دافع معنوي قبل مباراه اليوم، لكن الحاجات دي ما بتبقاش يعني ايه مؤمن بيها يعني، او اللي هي بتبقى مقياس اطلاقا يعني. هنشوف المباراه وننتظر نتيجتها.
الحساب الرسمي كمان لنادي بايرن على تويتر عمل او نشر بعض الاحصائيات للفريق. بصراحه احصائيات بايرن السنه دي سواء في الدوري الالماني او في الشامبيونز ليج حاجه مبهره مبهره. عدد اهداف وافر ليهم في بطوله الدوري ابطال اوروبا قدروا ان هم يحرزوه، وعدد اهداف قليل جدا جدا قدروا ان هم يستقبلوه، او للاسف يعني بالنسبه لهم استقبلوا هذه الاهداف تقريبا اعتقد 8 اهداف بالكثير او اقل كمان بالنسبه لبايرن ميونخ في بطوله الشامبيونز ليج هذا الموسم. فهم عاملين مستويات رائعه يعني، يكفي فوزهم على برشلونه 8-2 كتير قوي بصراحه. من ضمن كمان الاخبار اللي معانا وهو خبر في الحقيقه مهم، لانه في نجمنا المصري محمد صلاح لاعب طبعا فريق ليفربول الانجليزي، والحساب الرسمي لجريده ميرور البريطانيه على تويتر نشرت وقالت ان تم اكتشاف حاله ايجابيه لفيروس كورونا في لاعب من ضمن لاعبي ليفربول خلال المعسكر التدريبي للفريق في النمسا. حضراتكم شايفين اللقطات دي، ودي في اطار استعدادات الفريق لمباراه الدرع الخيريه اللي هتكون يوم 28 من الشهر الجاري امام فريق ارسنال، المباراه اللي بتبقى قبل كل موسم يعني زي مباراه السوبر كده عندنا. فبالتالي نتمنى طبعا كل التوفيق لنجمنا العالمي محمد صلاح ولليفربول بما اننا عندنا نجم مصري فيه يعني. لكن الاهم في الخبر ده ان في حاله كورونا في الفريق، ولما اتكلم كمان الحساب الرسمي لموقع كوره على تويتر قال ان ليفربول لم يعلن هويه المصاب حتى الان، لكن احنا عايزين نطمن على الجزئيه دي تحديدا. ومن خلال متابعتنا فيما قبل حلقه اليوم احنا شفنا صور لحساب او على حساب ليفربول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد صلاح بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، فده معناه ان صلاح الحمد لله سليم ومفيش اي مشكله خالص. طيب خلينا نروح لاخر خبر معانا، وهو خبر مهم قوي بصراحه ومفاجاه يعني محدش كان حاسس بيها خالص. ديفيد سيلفا بيوقع لفريق ريال سوسيداد وبينضم بعد 10 سنوات لفريق مانشستر سيتي كان بيأدي فيهم بشكل ممتاز. ومن ضمن الحاجات الايجابيه اللي مانشستر سيتي عاملها مع ديفيد سيلفا ان هو هيعمل له تمثال حوالين ملعب الاتحاد هناك في انجلترا، والراجل بصراحه عمل 10 سنين ولا احسن من كده بصراحه بالنسبه لديفيد سيلفا. عقده انتهى بمنتهى الاحترام والامور كانت ماشيه بشكل طبيعي جدا في ظل الامور الاحترافيه اللي بتتمتع بيها هذه الفرق في اوروبا، وكان الكلام على انه رايح لاتسيو، وكان لاتسيو قرب خلاص ان هو يعلن عن انضمام اللاعب، وكان في كلام ان بيرلو كمان عايزه في يوفنتوس في ايطاليا. لكن اتفاجئنا امبارح ان ريال سوسيداد بيعلن على طول من غير اي تكهنات قبل الاعلان حتى او اي اجتهادات من الاعلاميين والصحفيين ان هو تعاقد بشكل رسمي مع ديفيد سيلفا، لاعب مهم واكيد هيكون اضافه، عنده 34 سنه لكن بيأدي بشكل كويس على مدار 10 سنين فاتوا مع فريق مانشستر سيتي. طيب دي كانت اخر الاخبار العالميه في الترند العالمي النهارده، وقلنا تفاصيلها لحضراتكم. لكن الفقره الاهم بالنسبه لنا هو التواصل مع الجماهير، وسؤال حلقه اليوم كان بيتعلق بهل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيله الاهلي في لقاء الزمالك، المباراه القويه جدا المقبله واللي هنبتدي الحديث فيها بدايه من بكره بشكل مستفيض وعلى اخر الساعات الخاصه بالنادي الاهلي. لكن خلينا ارى التعليقات الاول، نبتدي بمحمد اللي قال اكيد طبعا هيكون في تغيير بسبب الغيابات والاصابات اللي حصلت، اتوقع البدايه بالشناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، عمرو سليه، ديانج، حمدي فتحي، اجاييه، وجيرالدو وبادجي. نسب جيرالدو اللحاق لسه مش معروفه بهذه المباراه، ايا كان بالتوفيق يا رب لفريقنا وان شاء الله يكسب. ده كان محمد. عزت سيد قال اتمنى يلعب 4-3-3 والتشكيل يكون الشناوي، هاني، ربيعه، ياسر، علي معلول في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج، وبيتمنى ان صالح جمعه يكون موجود مكان قفشه. الاثنين اي واحد فيهم هيلعب هيكون اضافه طبعا، وقدام هيكون معلول اجاييه، وقدام محمد هاني، وليد سليمان، وبادجي. ماشي ده تشكيل يعني اللي قاله عزت. محمد سامح حمزه قال في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، رباعي خط الظهر علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، اثنين هاف ديفندر، السوليه وديانج، واربع اوراق هجوميه ممثله في جيرالدو، اجاييه، افشه، وفي الامام اليو بادجي. طبعا كلها اجتهادات وتوقعات بالنسبه للجمهور، واحنا عارفين كويس قوي ان طبعا لما بيبقى في مباراه قمه ما بين اهلي وزمالك، وانا طبعا مصر ان هي مباراه قمه لان طبيعي انت تتكلم على اكبر فرقتين في مصر، ممكن يكون فرق النقاط كبير قوي 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 ما بين الفرقتين، لكن يبقى نادي الزمالك من الفرق الكبيره المحترمه، وتبقى هذه المباريات بطابع خاص. نتمنى فيها طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، لكن الاجتهادات هتفضل على مدار الايام الجايه بخصوص التشكيل وبخصوص الغيابات، مين هيلحق مين ما يلحقش. هنتابع كل الكلام ده مع حضراتكم من خلال حلقه بكره ان شاء الله لو موجودين مع حضراتكم، ومن خلال تغطيه خاصه كمان هتكون على شاشه قناه الاهلي يوم السبت، استنوها بكل تاكيد. دي كانت حلقتنا من الترند النهارده، بكره حلقه جديده واخبار مختلفه ومعلومات جديده لحضراتكم من خلال حلقه من نفس البرنامج، استنونا. سلام.